بالعطاء ذهبت ظما شهرت دعاك يا فرحة قلبي العيد جاك عيد المحبة والتبسم من مسلم يدعو لمسلم وقلوبنا لله تسلم والأرض تفرح والسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في حلقتنا النهاردة إن شاء الله في العيد. كل سنة وأنتم طيبين وعيد جميل عليكم إن شاء الله تنزل فيه قطرات ندى الفرحة والمحبة والسعادة وقبول الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال خلال شهر رمضان، والأول مرة بنلتقي مع بعض في عيد الفطر المبارك. بنبارك لكل الأمة الإسلامية، وربنا يا رب يجعله عيد فرحة علينا وعلى كل المسلمين، ويحقق لنا كل أملنا وأحلامنا إن شاء الله، ويتقبل منا كل طاعتنا في شهر رمضان، آمين يا رب العالمين. بنشرف بفضل أن احنا الحمد لله اتقابلنا تاني على قناة الندى. يمكن كان آخر لقاء مباشر لينا في نهاية الموسم الأول من برنامج أحلى شباب في 2011 الشهر من السنة اللي فاتت، وقلنا لكم إن احنا إن شاء الله وعدناكم هنرجع لكم بالموسم الثاني إن شاء الله بشكل جديد بإذن الله وبإيمج أقوى ومواضيع أحلى. والحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وقدرنا إن احنا نوفي بالوعد، وربنا أكرمنا بالموسم الثاني من برنامج أحلى شباب. الحمد لله ربنا أكرمنا إنه فاز في الفوت اللي كانت عمل على صفحة قناة الندى، إنه فضل من أكثر البرامج مشاهدة على القناة بفضل الله الحمد لله. وربنا أكرم واتعرض منه بفضل الله 14 حلقة، والحلقة الأخيرة منه إن شاء الله هتتعرض خلال الأيام الجاية لأنها بتتكلم عن الثبات بعد رمضان. ويا رب يكون البرنامج عجبكم ونكون وفينا بوعدنا معاكم ان احنا نقدم حاجه جديده وخطوه جديده النهارده ان شاء الله. معانا النهارده يا جماعه ان شاء الله ضيوف جمال جدا وفي مجالات مختلفه، خصوصا مجالاتنا في احلى شباب في الثلاثه ته اللي انتم عارفينهم، سواء التدين او التفوق او التطوع. مش عايزين نحرق مفاجآت ضيوفنا من البداية، انهم معانا فقرات كتيرة جدا ومميزة جدا لشباب مجتهد جدا، وبإذن الله يبقى يوم جميل وأمسية جميلة مع بعض إن شاء الله خلال الحلقة. ونستقبل اتصالاتكم إن شاء الله على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة بإذن الله، ويا رب بإذن الله تكون حلقة جميلة. واستحملونا ضيوف تقال عليكم يا رب إن شاء الله تكون فقرة وفقرات كويسة إن شاء الله. أول حاجة إن شاء الله هنبدأ بيها البرومو. برومو برنامج أحلى شباب الموسم الثاني اللي تعرض على قناة الندى، واللي بفضل الله الحمد لله كان لاقى قبول واستحسان كويس بفضل الله، ووصل لفئة كبيرة من الشباب. ومعانا إن شاء الله في الفقرة الأولى الناس اللي ورا الكاميرات بقى اللي تعبوا في البرنامج ده جدا لحد ما اتعمل بشكل كويس، طلب بفضل الله بالشكل الاحترافي ده ان شاء الله. هنلتقي مع الميكرز بتوع العمل نفسه وبعض ابطال من البرنامج، غير بقى المنشد الجميل اللي انشد لنا التتر. ان شاء الله هنشوف مع بعض باذن الله البرومو الوقتي باذن الله، ونرجع بعدها على طول ان شاء الله عشان نقابل ضيوفنا. كل سنه وانتم طيبين. ياريتك عمري يا رمضان، ياريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر الوحد وميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة في الحلقة الأولى من الجزء الثاني من برنامجنا أحلى شباب. اتفقنا يا جماعة ان احنا هنتناول خلال البرنامج في الجزء الثاني مجموعة من الشباب من ليلة الرؤية لحد اول يوم العيد في شهر رمضان. ايه المشاكل اللي بيعيشها الشباب خلال رمضان؟ سواء الشباب اللي عاوز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، او الشباب القريب اللي عاوز يقرب اكتر من ربنا. فكرنا ان احنا نعرض كل يوم مشكلة رياليتي على قد ما نقدر في دراما، نعيش مع اصحابنا ونعيش مع شبابنا المشاكل اللي احنا بنعيشها، نسمعهم ونتكلم ونفكر مع بعض ازاي نحلها. برنامج احلى شباب مع تمام. الحمد لله ده كان
البرومو بتاع برنامجنا اللي اتشرفنا بفضل الله، وبنشكر قناة الندى انها بفضل الله عرضته وكان ميعاده في الوقت الجميل قبل السحور، ويا رب يكون البرنامج عجبكم. معانا النهارده ان شاء الله الجنود الخفية اللي كانت وراء هذا البرنامج، اللي تعبت بجد فترة طويلة جدا واتبهدلت خلال شهر رمضان وخلال الصيام وسفر وتعب لحد ما ربنا اكرمنا بفضل الله وخرج هذا البرنامج بهذا الشكل. نرحب بضيفينا الجمال معانا النهارده بفضل الله. اولا المخرج محمد رائد، ازي حضرتك يا شيخ؟ اخبارك حبيبي، عامل ايه؟ ربنا يا رب يبارك فيك. الحمد لله خلصنا وجايين نبدا نتكلم عن الاكل الحمد لله. ومعانا الراجل اللي اتبهدل ولسه بدا ينام قريب يعني، فضل بفضل الله مطبق فتره طويله، جزاه الله عنا كل خير، المنتير المحترف ومدرب الجرافيك والميديا استاذ محمود نزار. اهلا استاذ محمود. اهلا بحضرتك، ربنا يا رب يبارك فيكم. طبعا الحمد لله يعني احنا عشنا فتره صعبه جدا ولسه اصلا بنعيشها لحد ما باذن الله تتعرض باذن الله ان شاء الله الحلقه الاخيره باذن الله خلال الفتره الاخيره من العيد باذن الله عن الثبات بعد رمضان. لان احنا كنا لسه حتى والله بتكلم على الفيس النهارده في ان المشكله مش في الطاعه نفسها ولا في الالتزام نفسه، ولكن المشكله في الثبات على الطاعه. فان شاء الله حلقتنا الاخيره هي بعنوان عاوز اثبت، تتكلم عن هذا الموضوع ان شاء الله. اول حاجه عاوز اسالك عنها مخرجنا الحبيب محمد رائد، نقطة مهمة عاوزين نبرزها للمشاهدين، وهي نقطة ان حضرتك بفضل الله ربنا اكرمك بالدراسة، ان في فرق ما بين الهاوي والمحترف. واحنا من ديننا بقى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فازاي احنا بنشوف الاعلام الثاني بيتقن الاعلام كويس قوي ويحترف دورات قوية جدا جدا، واحنا للاسف بنلاقي ان بعض الهواة بينتج فيه الاعلام الاسلامي ميديا ضعيفة إلا من رحم ربي، فتلاقي إن الشباب نفر من ده وبيجذب إلى ده. فحرك فضل الله الواحد عرفنا طبعا إن حرك من الناس اللي درست وبتدرس الوقت بفضل الله في معهد السينما في الجامعة الفرنسية، فيريد حرك إن شاء الله تكلمنا عن التجربة دي باستفاضة وإزاي أفادت حضرتك إن شاء الله وأثر ده في شغل حرك. فضل. والله هو انا عايز اقول ده، هو ابتداء طبعا نقول للناس كل سنه طيبين الاول وربنا يتقبل منا ويفتح علينا. هو انا عايز اقول ان للاسف اللي ما بيدرس في اي مجال واخد الموضوع بالدراع او بالفهلوه، وده للاسف افه كانت منتشره في التيار بتاعنا يعني للاسف، ان بيجي عند منطقه معانا وبيفضل واقف في حته مش هيوصل لها استحاله، حتى لو قلنا انه ما بيقفش عند منطقه معانا بيتقدم، بس في حته مش هيوصل لها الا بالدراسه، لانه ما يعرفش يعني، هو معلومة مش موجودة عنده هيعرفها ازاي؟ المعلومة اللي هيعرفها في سنة بيعرفها في شهر، لان هو بيفوجئ ان مثلا واحد مصور مع تحفظنا طبعا في حاجات كتير، واحد مثلا مصور 105 فيلم بيشرح لك التصوير، واحدة بتمنتج من ايام مكان بيمنتجه بحاجة زي المنافلة كده يعني، بيدوروها بايديهم ويلزقوا الحاجة بنوع من انواع السمغ، دي بتشرح لك المونتاج، هي دلوقتي بتمنتج على الماك زي اي حد. حد بيشرح لك السيناريو، حد طبعا ما بتبقى ملم بالكلام ده كله، وبيجيب لك مدارس السيناريو على مستوى العالم، والمدرسه الفرنسيه بتقول ايه والمدرسه كذا بتقول ايه وايه وايه، بتاخد اللي ينفعك، كل ما ينفعكش ما بتاخدوش. بس اكيد استغربوا محمد لما لقوا ان انت زي ملتحي وجاي معاهم وسط البيئه دي واول ملتحي في معهد السينما، فاكيد كانت مفاجاه ليهم واكيد دهشه ليك، فيا ريت تحكي لنا عن الموضوع ده. هو انا رحت اقدم طبعا مع يقين التام ان ده حاجه لازم تحصل يعني، فبكلم الدكتوره في التليفون دكتورتنا الفاضله يعني، فبقول لها حضرتك كان اول مره طبعا اكلمها بستفسر منها عن في العقد بيقول ايه وكلام من ده، فبتقولي مش عارف ايه كده انت ليك اعمال حاجه زي كده، فقلت لها كنت عامل كليبات وحاجات وكده، قلت لي انا بكره الكليبات، قلت لها حضرتك انا ملتحي، فقالت لي ملتحي؟ انت يا خبر ابيض، انت متاكد انت عارف انت جاي تدرس ايه؟ والله متاكد اني ملتحي. انت متاكد ان انت جاي تدرس سيلفي كده فعلا؟ فقلت لها اه متاكد، فقالت طب خلاص انت حر تعالى. وبعدين رحت طبعا كنت مصر ان انا احلق دقني يعني وكده، طبعا مش حلقها يعني ولا حاجه الحمد لله، اكيد مش هغير اسمي مش هحلق دقني ربنا يثبتنا يعني. ف في بقى مواقف كانوا بيجي ناس اول مره يخشوا عندنا مثلا 10 دكاتره، حد بيدينا صوت حد بيدينا كذا، فبالذات حتى الستات يعني، ويمكن حتى الدكتور كان في دكتور محترم كده بيدينا مدارس اخراج يعني، تحس ان في الاول توجس وخايف منك،
ويبتدي يتكلم، فابتدي انا اهزر فيك، فيقول لي انا كنت خايف منك قوي. بس يا راجل ده انت طلعت عسل وفاكك ومش عارف ايه وبتاع يعني. لكن انا ده كتجربه المواقف الكوميديه كتير يعني. ابقى مثلا رايح يقول لك انت مش انت اللي كنت عامل المصيبه اللي هناك دي؟ طب انا قاعد معاك اهو، انت جيت الكورس ازاي كده يعني. فالشاهد بس في موضوع الدراسه، هي ممتعه جدا، هي علم زي علم يعني، علم موضوع كبير، موضوع مش بالتفصيل عامل زي الهندسه بالظبط يعني. الشاشه عندنا بتتقسم مثلثات وخطوط وكل حاجه، والفنون التشكيليه تدرسها، والراس المثلث يدل على القوه. مش عايز اخد في التفاصيل احنا في دي. نقطة مهمة عايزين نعرفها برضو ليه مشاهدينا وجمهورنا من قناة الله وأحلى شباب، إن محمد رائد أصلا ما هواش مجرد إن مصور هاوي أو حد كان حابب تصوير أو إخراج، لا، اللي عايزين نعرفه للناس إن محمد رائد أصلا داعية إلى الله زيه زي الدعاة، وإنسان كان بيرتقي المنابر وبيدي دعوة عامة، ولكن من ضيقه الشديد من سوء أسلوب الميديا اللي بيقدم، فتخيل ان انسان داعيه زيه زي باقي الناس، يقول لك او اي حد يصورني وخلاص، ينتقل من شخص مصدر امام الكاميرات لجندي خلف الكاميرا من اجل ان هو يعمل منتج نظيف. والحمد لله نجحنا مع بعض. الحمد. بص، هي لو جينا للنقطه دي في قصه صغيره، مش عارف هي الوقت يتيح ان انا سبب دخولي الميديا اصلا ايه. انا كنت الاول شغال في قناه كويتيه، كنت ماسك فيها العلاقات العامه، وبعدين سبت القناه، وبعدين عملنا حمله بيورنت لو الناس عارفاها، مواقع الاباحيه وكلام من ده. وبعدين بدات ان قنوات كتير تستضيفني وكده، وبعدين احدى القنوات استضافونا، وانا عايز انكم تبقوا ابطال برنامج معين مع حد داعيه مشهور وكده. ف رحت البرنامج، صورنا كذا حلقه، فلقيت البرنامج فيه مخالفات شرعيه كتير جدا، وفكريا في هدم يعني هجوم على اصوليه المنهج، اصوليه المنهج الديني يعني. صح. يعني عايزين يهدوا الاصوليه بتاعت الدين، عايزين في تميع شويه، فانسحبت من البرنامج. فانا فاكر كانوا بيصوروا بكاميرات 5 دي ومش عارف حبه معدات وكلام من ده، فخرجت من البرنامج واشتريت كاميرا 5 دي، واشتريت مايك سنهايزر، واشتريت حبه معدات واصابت. ومن هنا بقى بدات افكر ان انا افتح شركه، وان انا اشتغل في الاخراج. وبعد كده درست الاخراج لما بدا يبقى في وفره ماديه شويه، ان انا اقدر اروح مكان ادرس فيه وكلام من ده. فسبب ان انا شفت الناس دي كميه الفكر والاتقان والدراسه. احنا الكرو كان بيبقى فيه مثلا 50 60 واحد شغالين، احنا الاربعه عشان نتصور 10 دقائق، في 50 60 واحد حوالينا ممكن يتصرف في لوكيشن في اليوم 500,000 جنيه مثلا، مليون جنيه في 3 4 ايام عشان نتصور احنا، عشان يوصلوا فكره هم عايزينها. فقلت احنا الرد على الناس دي احنا ما نلومهمش يعني. كان في احد المشايخ بيقول انا لا الوم الغرب على تخطيطه، ولكن الوم المسلم المفتون. انا مش هفضل اولول، انا هروح اعمل وابقى على نفس المستوى التقني بتاع الناس دي والفكري بتاع الناس دي، وهوصل. وحتى لو قبل ما اموت ما وصلتش، هوصل لمرحله معينه ابتدي اوصل رساله ان احنا للناس احنا نقدر نوصل للمرحله دي من الاخراج ومن السينما، اموت الناس هتكمل على 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 الطريق ده. وده كان سبب ان انا اصريت ان انا اكمل واسيب حاجات كتير في الدعوه، وما اقولش ان ده صح، بس انا مدرك ان خطوره الصخر ده انك تقف عليه، وانك تبقى متقن فيه كويس جدا وشاطر زيك زي اي مخرج اجنبي، تبقى فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه، وكل حاجه بيدرسوها وكتبهم تقراها. وبقول لكل واحد ما بيعملش ده، انا شايف ان انت ممكن تكون مذنب مقصر في حقنا، صدرت لهذا مقصر في حقنا، لان احنا فرض عين عليك بيتريق علينا وبيتقال كلام وحش في حقنا، وانت اصلا ما تعرفش تعملوا حاجه وهم مش شايفين حاجه. عشان يحترمك من الاخر، هو ده مش عارف اقول ايه، الجندي الاعظم في العالم الان هو الاعلام والسينما. جزاك الله كل خير. ضيفنا حبيبنا اللي بهدلناه معانا استاذ محمود نزار، ربنا يبارك في حضرتك منورنا النهارده والله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. الحمد لله. احنا طبعا كنا شرفنا بحضرتك في من اول دورات الميديا اللي عملناها في القاهره لفريق احلى شباب، كنت حضرتك ما شاء الله اللي اديتها لنا في الفوتوشوب والمونتاج، وكانت دوره مكثفه اسبوعين. ربنا يبارك في حضرتك. وانا عارف طبعا هي قصه مش قصه على قد مونتاج بس، حضرتك كمان في برامج الجرافيكس والسينما 4 دي والكلام ده. فبرضو عايزين نسال نفس السؤال اللي كنت بساله محمد رائد، موضوع الفرق ما بين الهواية والدراسة، وازاي خبرة حضرتك الأكاديمية فرقت مع حضرتك في الشغل وكده. هو الموضوع عبارة عن طريق مليان شوك بالنسبة لواحد مثلا. أنا كنت في الأول مش منحرف يعني، كنت شاب عادي جدا، وكنت مهتم بالفنون والمسرح و
فلما جيت التزمت وحسيت بقى ان انا انعزلت عن كل الحاجات دي كلها، حسيت ان انا برضو عندي خبرات قديمه قبل كده، فحرام ان انا ما استخدمهاش تهدر. في في ان هو في الاخر، طب بدل ما كنت بستخدمها في الحاجه الوحشه طب ما استخدمها في الحاجه الحلوه. ما شاء الله. ولما جيت دخلت اكتشفت ان هو فعلا بالنسبه لواحد الملتزم، يعني والله انا بشفق على محمد رائد جدا، ان هو فعلا طريق مليان شوك، مليان شوك بكلمه حرفيه دي جدا جدا جدا. فحتى كان من ضمن الحاجات اللي انا كنت عايز اوصلها لما جيت حكيت لي عن موضوع احلى شباب والدوره وحاجات زي كده، انا كنت بقول لنفسي ايه، طب خلاص بدل ما هم يشوفوا الشوك اللي احنا شفناه، او يشوفوا الشوك اللي احنا يعني او الفتن وكل حاجه ممكن تتخيلها وفعلا بتعصب بالقلب زي ما بيقولوا، لا خلاص انقلها بطريقه كويسه تعبر عن فكري، واركب اللي احنا اتعلمناه ده في للشباب، بحيث ان هم فعلا يعملوا حاجه وفعلا بداوا يتعلموا مونتاج وبداوا يتعلموا جرافيك، وعلى قد ما قدروا طبعا كانت دوره مكثفه جدا، على قد ما قدروا يطلعوا حاجه، ولو حتى حاجات بسيطه بس كانت من الاخر قطره في بدايه الايه. ان شاء الله في الاجهزه الكبيره دي نعمل حاجه جديده برضه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. وحتى كمان برضه فكرت ان انا اعمل ايه، يعني انا بفكر في كذا اتجاه، في ان انا كنت اعلم المونتاج ده لاي حد. كان في مشروع اسمه بذره تقريبا، بذره يا ريت لو حضرتك تكلمنا عنه بقى ان شاء الله، وتبقى دعوه للمشاهدين. مشروع بذره باختصار، انت صاحي الصبح بتفتح موبايلك فتلاقي موبايل ابلكيشن عندك اسمه بذره، بتدوس عليه فتلاقي شاب زيه زيك عامل شعره فانكي ولابس تيشيرت كده، وهو برده قاعد كده مثلا في البلكونه او قاعد في حاجه، وتلاقيه بيكلمك عن حاجه مثلا في الاخلاق، او يكلمك عن حاجه مثلا قرا ايه فالايه دي عجبته. الرساله دي بجد هي اوقع بكتير جدا ومؤثره كتير جدا، لان الناس اللي هي بتبقى بعيد عن ربنا شويه، او الناس الملخومه في الدنيا، مش هقول ان هي بعيده عن ربنا، هي ملخومه في الدنيا، بحس فعلا ان هم بيتاثروا قوي لما يشوفوا واحد زيهم بيتكلم يقول لهم والله يا جماعه ده في حاجه اسمها الاخلاق، ده في حاجه في اسمها المروءه، في حاجه اسمها الاحسان، في حاجه غير يعني انه يسمعها من داعيه اصلا، غير لما بيلاقي من داعيه زيه بيتاثر. الداعيه بيبقى قاعد يعني شكر الله سعيه وفعلا بيتعبوا جدا، بس بيقعدوا ساعه وساعه ونص وساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات، الكلام ده كله في الرش اور بتاعنا في الساعه الزحمه اللي احنا فيها دلوقتي دي، اللي هي بقت خلاص بقت طول اليوم ساعه زحمه، ما بقوش يقدروا يسمعوا ساعه ونص ساعه. ده الكلام ده لو طالب علم، اصبح دلوقتي اللي بيسمع المحاضره اللي هي كانت بتبقى ساعه الا ربع او ساعه ده طالب علم دلوقتي، بدل ما كان طالب العلم اللي كان بيقعد بيسافر بالشهور ويتحرك هنا ولا هنا، لا اصبح دلوقتي طالب العلم ده بيحط الدروس بتاعته في الموبايل ويسمع، وبعد كده يروح الجامع يطبق، فطبعا ده خلاص. لكن دلوقتي والناس اللي هي عاديه خالص مش تسمع حاجه، فالحاجه دي على قدر الامكان توصل للناس كلها. فطبعا الموضوع ده انا كنت عامل في الاول ايه، فكره ان انا اعلم الناس مونتاج ببلاش، اللي هم الداعيه دول، الناس اللي هم الدعاه الصغيرين الشباب دول يتعلموا مونتاج ببلاش. اهم حاجه برضه عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه، ان من الحاجات اللي كانت حمستني جدا الموضوع ده، ان انت بتقول ان المشروع ده مجانا. مجانا انت عامله للشباب مجانا، يعني الدورات اللي هي المفروض تتاخد ب 2000 و3000 و4000 انت ازاي بتقدمها للشباب اللي عاوز يستخدمها في الدعوه مجانا. بس تمام. فتبقى حزمه تدريبيه زي ايه مثلا عشان الناس تبقى عارفه؟ هي الفكره، هو المشروع كله هيبقى له ثلاث اوجه. الوجه التقني اللي هو مثلا بيتعلم الولد الداعيه ده، او هو وفريق، والاحسن ان هو فريق يتعلموا مونتاج، اساسيات تصوير، اساسيات مونتاج، حاجات بسيطه جدا. بعد كده بقى الجانب الدعوي، اللي هو انت دلوقتي خلاص قلت كلمه، فانت لازم تتعلم ان انت ازاي تبدا تدور على الحديث ده، تعرف الحديث ضعيف ولا مش ضعيف، فهو يبتدي يتعلم بقى. وده طبعا ده انا بدور على متطوعين للناس دي، ان هم يعلموا الناس او الشباب الصغيرين دي، ان هو ما يجيبش حديث موضوع مثلا، ما يجيبش حاجه ضد العقيده، فيتعلم يجيب منين المصادر الصح. وطبعا بعد كده بقى مرحله ثالثه والاخيره المراجعه بقى، ان هو يكون في شيوخ افاضل، طبعا بيكون في موقع بيبتدي هو يسجل عليه ويحط عليه الداتا دي، وفي الاخر الداعيه اللي بيكون مثلا ممكن يكون من لبنان، ممكن يكون مثلا من السعوديه، ممكن يكون من اي دوله تانية، متطوع ساعه في اليوم يسمع الشباب بتقول ايه، ويشوف الشباب دي راح هي قالت ايه بالظبط ومصادرها منين، راح هو اول ما الداعيه يوافق عليها او اول ما يكون العالم الشرعي ده يوافق عليها يدي له رقم، فالبذره تنتشر وسط الناس بالرقم. ماشي. الرقم ده بقى بيكون موقع معاه رقم، الرقم ده يخش يشوف اصل الكلام اللي هو قاله ايه، لان في كلام ممكن يكون في خلاف. يا عم انت بتقول الحديث ده غلط، لا الحديث ده صح، راح هو يقول خلاص خش على الرقم ده وانت تشوف الحاجات اللي انا جبتها منين، وبراحتك علق براحتك زي ما انت عايز، تشوف المصادر منين. فالشباب تبتدي تخش تشوف تقرا الحديث ده، ده في حاجه اسمها علم حديث، ده في حاجه اسمها علم سيره، تبتدي نشوف واحده واحده ونستقطب ناس جداد، فالموضوع كله ينتشر، بحيث ان هو في الاخر يبقى حاجه خفيفه جدا، انت عايز تسمع عايز تدي. وفعلا في شباب كتير جدا، انا اول بس ما قلت الفكره على الفيسبوك لقيت ثلاثه اربعه داخلين يقولوا لي اتفرج على الفيديو ده، انا عامله اتفرج على الفيديو ده، وفعلا شباب فعلا بيتعبوا، بحس ان هم في الاخر بيقولوا حاجه فعلا باتقان،
فبقول حرام جدا احنا ان شاء الله باذن الله هنبقى اول إن ناس شاء احنا الله. شباب نطبقها باذن الله، وربنا يا باذن رب يجعل الله هذا المشروع مشروع باذن مبارك الله ويبقى بذور للخير من دعاه محترفين دعويا ومحترفين اعلاميا ان شاء ان الله. شاء الله ان طيب شاء الله. اخيرا عشان ما نطولش عليكم، عاوزين كل واحد يقول لنا عن ذكرياته مع برنامج احلى شباب وايه القيمه المضافه الجديده اللي حاول انه يعملها في هذا البرنامج. بالنسبه لحضرتك يا استاذ محمد رأي. والله هي القيمه المضافه اللي احنا حابين نعملها ان احنا نقدم صوره كويسه، ان نخرج الناس من التصوير الداخلي شويه بيبقى يعني ممل شويه، يعني حتى السينما يقول لك اللونجات سينما، كادرات اللونج في السينما، فناخد نصور في اماكن واسعه عشان نفسيه المشاهد مع الكلام بتاعك يبقى تبقى لايقه، يعني تدي نفس الشعور في الاخر. الدراما الدراما طبعا الامكانيات كانت معانا انت عارف كانت عامله ازاي، فاحنا كانت دماغنا نعمل دراما كامله، فعملنا دراما بسيطه جدا. واهم حاجه الحمد لله ما كانش فيها تمثيل، يعني احنا لا ده كان في حاجه، لا هو الناس لازم تعرف ان في حاجات متاخده رياليتي، يعني كانت الكاميرات دايره حاجة الاكل مثلا كلها حاجة الاكل احنا كنا بنفطر عادي الكاميرات دايره ما بتقفش، يعني في حلقات كانت متاخده، في حاجات زي حلقه الاعتكاف كانت متاخده سنجلز زي ما المسلسلات بتتصور كده مقاطع فيها معينه، وفي حاجات كانت الكاميرات دايره فيها زي التصوير الرياليتي ما بتوقفش الكاميرات والناس على طبيعتها. الغريب ان حد زي ميدو شتا وفارس، ان فارس ما كانتش بتعرف تمثل، ولقيت يعني ميدو كان تمثيله مش تمثيل، يعني ما شاء كان الله انك يعني لا حتى الناس اللي مثلت في الحاجات اللي اتعملت دراما واول مره، يعني كان في برضه بركه من ربنا عز وجل وفي مواهب موجوده معانا، بس هي اكتر نقطه عايز اقولها هي الدراما اللي كانت موجوده، تعدد الكاميرات انواع الكاميرات اللي بنصور بيها، نقاء الصورة تعدد الكادرات نفسها الاختيار الزوايا اللي موجودة في المكان. وعايز اقول ان احنا لازم نبدأ نخرج من الشكل التقليدي بتاع البرامج ونشوف غيرنا انتهى فين، ويا اما نبدأ من عند ما هو انتهى يا اما نعمل حاجة بعد ما هو انتهى. ايه الحلقة المفضلة عندك في البرنامج انت شخصيا كمشاهد؟ الحلقة المفضلة حلقة الاعتكاف اللي هي حلقة حبس اللذيذ. حبس اللذيذ طيب حلقة انا بسميها حلقة المزاج وتاني حلقه كانت حلقه الكوبري جسر الحب. جسر الحب طيب لكن حلقه الاعتكاف دي حلقه المخمخه والمزاج الحمد لله. وانا هقول معلومه اسف انا طولت، من باب شكر الجميل طبعا استاذ ياسر طبعا معانا ان شاء الله الجبل اللي كان معانا. معلومه تانيه، انا قبل ما ادرس واول ما صورت اول كليب كان اسمه كليب ذنب كبير، اللي علمني محمود مزار، يعني محمود مزار هو اللي علمني. ودلوقتي بعد يعني بعد ما انا درست بقينا انا ومحمود زي بعض، فعايز اقول للناس ان قد ايه الدراسه بتفرق وقد ايه فضل الراجل ده عليا، رحت رميت الماتيريال كلها اللي صورناها بتاع ذنب كبير وصورنا من جديد تحت تعليمات الدنيا ونيجي نحط عليه تحت تعليمات محمود، واحنا فريق جميل جدا الحمد لله. وانا بحب الدكتور محمد شيخ في الله وربنا يحبك بحب حبيبي محمود وبحب الناس كلها وجزاكم الله خير. ربنا يحبك حبيبي جزاك الله عنا كل خير. ماشي في الختام يا محمود، بالنسبه برنامج احلى شباب الجزء الثاني بيمثل ايه بالنسبه لك في خطوات حياتك وفي شغلك، وايه القيمه المضافه اللي حاولت ان انت تقدمها من خلاله؟ والله هو البرنامج اولا كان الحلقات هي الحلقه بتتعرض 15 16 دقيقه، ولكن هي في الاصل كانت الحلقه بتبقى مثلا وصلت 3 نص ساعه ساعه الا ربع دقيقه وفي حلقات وصلت 50 دقيقه صح. فازاي الواحد بيقطع من لحمه فعلا، الواحد فعلا يعني انا حتى كان صعبان عليا ان هو ازاي، وحتى قلت لكم طب خلوا البرنامج 30 حلقه وصوروا حلقتين كمان بحيث ان هو في الاخر فعلا الحلقه حرام الماتيريال دي كلها تضيع، بس حضرتك قلت ان شاء الله ان هي هتتعرض على اليوتيوب كمقاطع دقيقه او دقيقتين. هي الناس فعلا ما تعرفش ان هو كل حلقه كانت بتتعرض 15 دقيقه مقصوصه من 30 37 دقيقه. ما هي سبحان الله نص البرنامج فعلا. انت قلت لما انت كنت مسحت اللي انت مسحته كان كام جيجا تقريبا؟ حوالي مثلا 100 جيجا. 100 جيجا من ال 300 يعني كان مثلا المشروع كله 300 جيجا، انا بقول كده ما يقرب من 100 او 150 اتمسحوا كده باستيكا عشان خاطر ان البرنامج يطلع بالتوقيت ده. وبرده كان فكره ان البرنامج يبقى بثلاث كاميرات وان هو ما يكونش فيه ملل، فكان برضو حتى لو انا اقطع وخلاص الموضوع ده برضو مش هيبقى لذيذ، لكن فكره ان هو يتقطع بحيث ان هو يكون في حاجه اسمها بولشنج ان هو يتلمع بحيث ان هي فعلا الكادرات من الاخر كده زي ما بيقولوا انا خدت الستايل الفرنسي في المونتاج، ان هو الستايل اللي هو بيبقى سريع ورتمه سريع جدا بحيث ان الشباب فعلا ان هم قاعدين يعملوا نوع من انواع اللي هو ايه ان يتجاوبوا مع المشروع. والحمد لله رب العالمين في نوع من انواع الايه وكان في نقطة كان في ناس كانت تسأل عنها برضه من الجمهور في نقطة إن الناس ما كانتش فاهمة اللي هي نقطة إيه تبديل الكاميرات الكتير، كانوا بيحسوا إن ده بيعمل إيه انتربشن أو قطع،
فيا ريت بقى تقول ايه الاصل بقى في الموضوع ده، يعني ايه الميزه في الموضوع ده؟ الميزه دي ان هو كان الفرنسيين في الستينات كانوا عملوا ثوره في موضوع المونتاج، في ان هو المونتاج كان ماشي بسكه معينه وبلاين واحد، فاصبح ان هو لا ده مره واحده بقى ويدخلوا مثلا مشهد هنا في مشهد هنا في مشهد هنا، فحصل نوع من انواع اللي هو كان ساعتها بقى الفن السريالي كده او حاجه زي كده، اللي هو بقى تجريبي زي ما بيقولوا، ان هو في الاخر يطلعوا مثلا منتج طعمه لذيذ في الاخر بس في كميه قواعد متكسره في النص قد كده. وخصوصا انت بتكلم شباب، فالشاب لما بيلاقي الشاشه ثابته فتره طويله بيزهق، هو بيقعد على اليوتيوب بيقلب في النص عايز يشوف ايه اللي بيتغير، فانت بتبقى بتحافظ على تركيزه بان الصوره ما هيش ثابته. ايوه. رغم ان في حد بيقعد كده يقول ربع ساعه الناس تقول حلقه طويله. صح جدا. فده كمان نجاح، يعني ده من نجاح المونتاج. ان الناس تقول حلقه سريعه، الحلقه عايزينها اطول من كده. الحمد لله. فهو كان فعلا كان اهم كومنت الناس كانت معلقه عليه نقطه ان الحلقات قصيره قوي. أيه. فده الحمد لله ان هو حس انها ايه كويس. طب الحلقه اكتر حلقه بتحبها في البرنامج ايه بقى؟ هي حلقه المزاج. تزعل منك بس حاجه ثانيه غير كده يعني. الحلقه دي صراحه يعني اتفقنا فيها حاجه محترمه يعني. الحمد لله. بس الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يسهل ان هي تعجب الناس، وحلقه برضو القنطره اللي هي جسر الحب. الحمد لله. بس دي من الحلقتين فعلا اللي معلمين معايا في الشغل الحمد يعني. لله. الحمد لله ربنا كتب لهم يعني قبول كبير. الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم ويجزاكم الله كل خير، ودعونا كان ربنا يكرمنا ان شاء الله في احلى شباب سري مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم. ان شاء الله يا جماعه ناخد مع بعض فاصل ان شاء الله، ونرجع بعد الفاصل للفقره الثانيه الجميله جدا مع المنشد الجميل رضا بركات اللي انشد لينا التتر الجميل يا ريتك عمر يا رمضان، والراجل اللي كلنا بنتكلم عنه اللي بهدلناه معاه المصور الجميل ومدير التصوير الرائع استاذ ياسر طلبه. ان شاء الله فاصل ونرجع لكم بعدين على طول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فرحتنا بالعيد جاء والله اجزل بالعطاء.